يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بنت بعمر 20 سنة اضطريت أتزوج، وأساسا غصبا عني ومن شروطي بيت لحالي. بس الصدمة لما تزوجت، أنا ماني ببيت لحالي، أنا في غرفة في حوش وكل يوم داخلين علي بدون دق الباب. جبت ولدي وصارت تدخلات أكثر ومليت من الوضع. زوجي في شركة، أسبوعين يجي وأسبوعين لا. قررت لما زوجي يروح الدوام أروح بيت أهلي، بس اللي أعرفه إنه أهلي ما يبوني يوم كنت عزبة، كيف يوم يكون عندي ولدي؟ بس أفضل من بيت أهل زوجي. صرت أروح وأجلس، بس أبوي وأمي كل يوم يتأففون مني ويقولوا كلام. للعلم اللي مزوجني إياه ولد أصدقاء أبوي. زوجي مو راضي يطلع من بيت أهله أبدا، مع إنه يعرف إنه أهله يتدخلوا. قررت أصير ميك اب آرتست، أشتغل على شيء أنا أحبه من وأنا صغيرة، وأشغل نفسي وأنشغل عن أهل زوجي وأهلي، لأن ما عندي شهادة غيرها، لأن ما عندي شهادة تشغلني ولا أي مصروف أقدر آخذه. بس مو دايما تجيني حجوزات، وبعت ذهبي كامل عشان آخذ دورة عند ميك اب آرتست مشهورة، بس ما علمتني ولا شيء ولا استفدت. ومكياجي قبل الدورة أحلى بكثير. الحين أهلي مرة يتأففوا مني ومن ولدي، زايد زوجي مو راضي يطلعني شقة، وأنا ما عندي حجوزات عشان أقدر أستأجر مكان، ولو استأجرت زوجي علمني إنه بياخذ مني ولدي وراح يطلقني. للعلم والله ما حد يساعدني فيه أبدا، مرات أخوي الصغير ياخذ ولدي عشان أنام وارتاح، وإذا أحد ساعدني بالغلط يسمعوني كلام. أحيانا أقول يا ليت أموت أنا وولدي، لأنه ما حد لنا أبدا. تشتت لا نهائي، ممكن تعطوني الحل؟ الحل عليك بالدعاء، وإنك تقري سورة البقرة وتستغفري كثير وتحوقري وتصلي على النبي، وربي بيفرجها عليك إن شاء الله. اكتبوا لها في الكومنتات. القصة الثانية. تقول صاحبة القصة: أنا متزوجة لي 5 سنوات، وطبيعي الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل، ومشكلة اليوم هي مشكلة زوجي مع أهلي. أنا وزوجي أولاد عم، زوجي له بيته الخاص فيه وما يحب أحد من أهلي يجي عنده، سواء أمي أو أخواني أو أبوي، حتى لو زيارة. قبل 3 أيام اتصل أخوي الكبير على أبو زوجي عشان يطلبوا البيت اللي ساكن فيه زوجي، لأن عمي الثاني جاي من بلد ثانية وما عنده بيت ولا هو قادر يستأجر لأن ظروفه المادية صعبة، بس اللي باقي له من أبوه الله يرحمه هو نفس البيت اللي ساكنين فيه أهلي. فلما كلم أخوي أبو زوجي رد عليه إنه البيت لولده وما يقدر يكلم ولده بخصوص البيت. أخوي تكلم وقال خلاص أنا بكلمه شخصيا. زوجي سمع باللي صار وراح مهرول على بيت أبوي، وقام يصارخ ويعصب على أهلي. قال لهم يعني إيش؟ يعني ليه يبغى بيتي وعنده بيت أكبر من بيتي؟ وقام يسب وممنوع أحد يجي بيتي، أساسا أنتم مسكنين ولدكم الثاني في بيتكم، طبيعي ما يبغى عمي يجي يسكن معاكم، ولا هو راضي على حريم ويسكنون ببيت فيه شخص ما هو محرمهم، علما بأنه هالشخص هو أخوي اللي من أمي. أمي كانت متزوجة واحد قبل أبوي وكان عندها 3 أولاد واتطلقت، وبعدها تزوجت بأبوي. بعدها أخوي اللي من أمي طرد زوجي من البيت، وأهلي متضايقين وأنا مو عارفة كيف أتصرف، ما أدري هل أوقف مع أهلي أو أوقف مع زوجي. والله يا قلبي ما أعرف، اكتبوا لها في الكومنتات. القصة الثالثة. تقول صاحبة القصة: مرحبا بنات، أنا أمي متوفية من زمان الله يرحمها من يوم كنت صغيرة، إحنا أخوات ثنتين من أم وأب، لكن أبوي تزوج وعندنا أخوان أشقاء من الأب. كنا ساكنين في نفس البيت ولنا غرفة بروحنا، زوجة أبوي كافي خيرها وشرها عننا، المهم تقوم بالأساسيات. كبرنا أنا وأختي وصرنا في سن المراهقة، ما حد علمنا كيف نهتم بعمرنا، كيف نتنظف وكيف لازم البنت تكون، كيف نساعد بعض عشان نتعلم. بس لأنه أساسا أنا وياها صغار، كبرنا وكبروا خواتي من الأب، كنت أشوفهم كيف الاهتمام في البشرة، كيف الاهتمام بكل شيء، كانوا إناث بمعنى الكلمة لأنه أمهم وراهم، وما كانوا يقصرون إذا سألنا شيء يجاوبون علينا، لكن بعد تحسون بالنقص. كبرت وتزوجت وزوجي بدأ يلاحظ هالشيء إنه ما أهتم بعمري أبدا، لين بدأ يجرحني ويقوله إذا خنتك لا تلوميني لأني أحس متزوج واحد من ربعي. جرحتني الكلمة مرة، ومن هنا بدأت تطلع السوشيال ميديا، بدأت أتعلم من اليوتيوب أشياء أقدر أسويها في البيت من خلطات تنعيم وشعر وغيره. طبعا كنت أتعاجز وأتكاسل، بس شهر عن شهر ألاحظ الفرق،
سنة على سنة بدت ملامحي تزين وتتغير للأحسن والأجمل، وزوجي لاحظ الفرق بين قبل والحين، وكل الخلطات اللي كنت أستفيد منها كنت أكتبها عشان أطورها، لين صار عندي كفاية من الدورات والخلطات وريحتي فايحة وجميلة. من هنا بدت رحلتي مع مشروع الخلطات، والحمد لله صار عندي إقبال وجمهور وزباين ولله الحمد، وكل اللي ياخذون مني يرجعون ياخذون، عندي مصدر دخل وأهتم بعمري وبأولادي، حتى زوجي أخليه يعتني بنفسه، ما أبي أحد يجرحه مثل ما جرحني، وأختي حبيبتي رفيقة مشروعي بعد. ونصيحتي لكم، الإنسان لازم ما يوقف تعليم ولا يوقف جهد، وأرجوكم انتقوا كلماتكم عشان ما تجرحون بعض. قال لي ما أحس إني متزوج كأني متزوج صديقي، كلمة قالها لي زوجي، وعدت نفسي بعدها إني أكون إنسانة أحسن. مرات الناس ما يراعوا الشخص اللي قدامهم ويقولوا كلام يجرحوه، وما يهمهم إذا هذا الشخص ينجرح أو لا، بس كويس برافو يعني قدرتي تشتغلي على نفسك، ما قعدتي وقلتي أنا ضحية، أنا ما عندي أم، أنا ما أعرف إيش. اكتبولها في الكومنتات. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.